عودي معكم للمتابعة. كل يوم أحد طبعا هبة بتلتقي فيكم بواحد اثنين ثلاثة، واليوم ضيفنا البرنس أمير سعود، لاعب نادي الرياضي ومنتخب لبنان لكرة السلة. واحد اثنين ثلاثة. صباح الخير أمير، أهلا وسهلا فيك. هبة صباح النور، اشتقنا لك. وانا كمان، كيفك؟ يعني انا مش عم سابر وياك الاحد، بس عم تابعك دايما. متابعك وانا عم تابعك دايما كمان. بدي اقول صباح الخير اكيد لكل المشاهدين يلي ناطرين امير سعود، اكيد مثل ما قال جوزيف ضيفنا اليوم بعالم الصباح هو بفقره 1-2-3. صباح الخير. صباح الخير هبه. فايقينك بكير امير؟ شوي بس ما بأثر، انا معود اتمرن، ما معود احكي الصبح، معود تمرين. هلا حنجرب رجلاجنا شوي. رح تتمرن بس. امير اهلا وسهلا فيك، كثير مبسوطة انك ضيف اليوم بعالم الصباح. بدنا نحكي كل شيء اليوم، بدنا نحكي باسكت قد ما فينا قد ما الوقت بيسمح لنا، بدنا نحكي شوي هيك نفوت على حياة امير، بدنا نحكي عن نادي الرياضي المنتخب. خلينا نبلش باخر شيء اللي هو المنتخب. صح، يعني خسرنا، طلعنا من الربع النهائي ضد مع منتخب ايران. خبرنا شو كيف بتقيم المنتخب، كيف كان؟ اكيد النتائج اللي نحن عملناها ما بتليق بمنتخب لبنان وبالحلم اللي كان عندنا اياه والجمهور اللي كان عنده اياه. يعني ضد ايران بالذات عندنا نحن ديربي بيناتنا. صح. اوكي، واللي المفاجاه اللي عملوها انه لعبونا زون، وهذا الشيء اللي لازم نحن كنا نكون كثير ردي له، بس الوقت القصير اللي نحن تحضرنا فيه ما كان كافي لنتحضر على الزون. يمكن تحضرنا على المان، على الديفنس، على كذا شغله، بس على الزون بالذات ما كنا ردي. تقصير من مين هيدا؟ يعني وقت ما فينا نلوم حدا. وانا هذا الانترفيو اللي عملته بعد الجيم ما لمت حدا، لمت حالي اول شيء، اللاعبي والكوتش اللي هن مسؤولين كلياتنا كفريق واحد عن هالخساره. ما فيك تلومي حدا، البطوله خلصت مؤخره، فكان عندنا شهر تحضير قبل البطوله، ما كنا يعني ريدي. عم تردع فادي هلا؟ عفد الخطيب يلي قال انه هاجم امير بمطرح، قال انه ما كان لازم يحكي امير بعد ما يصرح بعد المباراه انه يحط الحق على اللعيبه او على الكوتش. هلا فادي هو حكي كثير عن هالموضوع وانتقد كذا لعيب. صح. ومنهم انا. يمكن هو ما سمع الانترفيو، يمكن حدا وصل له الانترفيو بطريقه غلط انه انا لمت المدرب، وهذا شيء ما عملته وعدته كذا مره. انت بلشت اصلا تقول انه انا ما بدي لوم المدرب، ما بدي، لانه اسهل شيء واحد. صح. يعمله بعد الخساره يلوم المدرب، عرفتي؟ ففضل ما رد على فادي، خليه انه فادي بالنسبه لي، بالنسبه للكل، لانه اللي عمله اكيد انا ما كثير حبيت، بس وعدت أهلاتي أصلاً ما أحكي بهالموضوع، فتاركها هونيك. أعود عائلة. طيب أمير، هلأ سيزن، يعني هلأ دورة حسام دين حريري كمان أكيد يلي رح تكون على تلفزيون المستقبل، صارت كتير قريبة أنه تبدأ. نادي الرياضي عم يتحضر، كيف قديه جاهزين لهالبطولة؟ كمان برجع بقول لك، يعني لواحد يتمرن بده وقت، نحن ما عندنا وقت. يعني خلصنا كمان هلا المنتخب وفايتين دغري على بطوله الحريري. صح ما عم ترتاحوا بكيمستري جديده، هلا صار معنا اجانب، صار معنا فريق جديد. راضي عن الاجانب الجداد؟ يس، انا بالنسبه لي كوينسي وكريس دانييلز توب فورن بلايرز. يعني صار لنا زمان نحن الرياضي ما كان عندنا كواليتي هالقد عالي من البلايرز، وكوينسي نحن لاعبين ضده وما قدرنا نوقفه باي طريقه، كان مع الحكمه بوقتها. صح. وقتها السنه اللي وقفت فيها البطوله كوينسي كان، وانتبه ما بيعمل مثل ستوغلين شوطات مجنونه، نونو بكل سلاسه كان عم بيلعب، وكان عم بفكك دفاعنا بطريقه كثير سهله. يعني عم بحسسنا نحن ما عم نلعب ديفنس قد ما هو هيك سموث بلعبه. سو ان شاء الله، وانا كثير مشتاق يعني للمناره، للجمهور تبع الرياضي بالذات، وعبالي فوت هالفوته وفوت على المناره ويولعوها الجمهور. مين الفرق المشاركين بحسام الدين؟ في فرق اجنبيه. صح. وانت بتعرف اكثر. ايه في فرق. لا. في هومنت من بفتكر من لبنان، وفي فرق بتكون عاده يعني من برات كمان لبنان، مش فرق 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 صعب جدا. صح. انه رياضي ولا منتخب لبنان؟ رياضي، فريق رياضي. رياضي للرياضي. هيدي البطوله يعني. نعم. بتصير بلبنان عاده كل سنه، وبيشاركوا الفرق من لبنان ومن خارج لبنان عاده. كنا نعملها بصيدا. اوكي. بس هلا اخر فتره عم صار ببيروت. ببيروت. اوكي. طيب امير، فاذا الرياضي نوعا ما صار جاهز للبطوله، عم تتحضر وراضي عن الاجانب. خبرني شوي هيك، مين امير، مين اقرب لحدا له بالمنتخب او بالنادي الرياضي؟ بحسك انت قريب للكل هيك. انا قريب للكل، و
بالباسكت كل واحد عنده حياته. سو نحن بس نلتقى اكثر الاوقات بالملعب which is every day every day every day. سو برات الملعب كثير قليل نكون عنا علاقه فريندشيب دهرات. ليه؟ لانه كل يوم بوج بعض بتزهق من بعض نزهق من بعض بكل ونحن بالصيفيه مثلا المنتخب شهر ونص قاعدين بالاوتيل سوا سوا. مظبوط. سو بيسكلي انه اخر شيء واحد بده يغير شوي، عرفتي؟ 100%. بس بالمنتخب معروفه، يعني انا نديم سعيد انا وياه هيك ثنائي مرح، دايما بنضلنا عم نضحك وننبسط. ايه لانه اذا ما بنعمل هيك صراحه يعني من جن انه شغل شغل شغل. هو قد صار عندك فانز هلا بهالمهمنا الموضوع هلا؟ الحمد لله الله يزيده. يعني امير معروف على كل حال قد ايه قد ايه فانز خاصه من الجنس اللطيف. صح؟ صار معي حادثة. يلا خبرنا. يا ريت فيني خبرها. ما فينا نخبرها. فيني خبرها. يلا تفضل. في بدها رقابة ولا بتتخبر؟ لا 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 ما فيها رقابة، يعني شي حادثة كثير حسستني انه عن جد انه I'm blessed انه اكون بهالبوزيشن. رايح كنت على الـ AUH، كنت عم بعمل يعني شغلة لإيدي. بتشوفني أم والدي تحت بتقول لي كمشتك كمشتك، يمكن عم بيحضرونا على فكرة. بتقول لها شو في؟ شو عملت؟ ما بعرفها انا. فبتقول لي بدي فرجي يعني بدي بنتي تشوفك، احي بتشتغل فوق بدي اياها تشوفك. سو مشينا انا وياها لعند انه هي على الكونتوار، بلاقيها اول ما شافتني عملت هيك على ايدها وصارت تعيط وكثير انبسطت بطريقه وصارت تدمع. انا ما شفت هالمنظر انه طبعا هيدي كمان انه عن جد هاي محبه العالم انه ام بلست انه صارت معي. مينيموم العالم تحبك امير، يعني عن جد شخص مثلك كامل اذا في من كل المطار. هلا مش كثير كامل لانه هلا بعد شوي حنعرف ليه منك كثير كامل. هلا بنشوف هلا بنشوف. بس اكيد بسم الله عليك. امير تنسى السله اللي حطيتها او بالاحرى هيدي السله الوحيده يمكن انت اللي ما فيك تنسيها؟ عرفت عن شو عم بحكي؟ يس البازل بيتر تبع بدوره حسام الدين من سنتين. حنشوف شيء هيك هالسنه مع امير ان شاء الله. ما نشوف ليه؟ لانه حنكون ربحانين ومش مضطرين نوصل لهون. بس عم بحكي كمستوى انا. انا بتذكر مشهد بعيوني، انا كنت قبل ما تخلص الجيم عم لاقي العالم عم بتفل من الملعب. تخيل هذا المشهد. انا كنت على فكره وفليت فليتي؟ كنت قاعده انا ورشا الخطيب كمان اكيد زميلتنا اكيد بالتلفزيون. قلت لها رشا خلص خلينا نقوم نفل قبل هيدا. نحن وعم نسوق عرفنا انه ربحوا رجعوا الرياضه، كانوا خسرانين. اللي صار انه كنا داون 3 بوينتس بعد في ولا 7 ثواني 6 ثواني وما في تايم اوت ووضع صعب جدا. صح. اللي صار عملنا هجمه مرتده وانا كنت على الكورنر وانا بحب كثير الشوطه من الكورنر وجتني واول ما طلعت من ايدي انا عارفين انه حيفوت وبتسمع المنارة عارفين خلص لما تطلع انه بتحس يا فايتي يا لا. وبعدين بهالاوقات بدك تكون قلبك ميت، يعني بدك تشوت بكل ثقه اكيد. ما بس هيدي انا اول مره بسمعها انه واحد لاعب حامل الطابه بيعرف انه رح تفوت. لازم نفرجيه الفيديو تبع ستيفن كوري تعليقا على حدا. اوكي. انا في كذا مره بشوت اوكي هي وطالعه من ايدي انا ببرم وبرجع لورا. سو ما حتى بتطلع اذا فاتي ولا لا، عرفت؟ بتكون مأكد اذا بتكون ايه يعني الثقة الزايدة ات ذا سيم تايم قد ما بتمرن، يعني أوكي. بتمرن بعرف انه اول ما تطلع من ايدي يا حتفوت يا لا. مظبوط. سو من اي عمر بتتمرن؟ من زمان، بلشنا كذا رياضة قبل، ما بلشت دغري باسكت بول، كل ايفري ثينج ايفري سبورت. لازم يكون الشخص طويل ليلعب باسكت بول؟ اكيد لا. لا لا هيدا فيلوسفي كثير يعني منك انت عم تتابع باسكت لانه في كثير لعيبه قصار سريعين بينطوا بيلعبوا ديفنس بيشوتوا كثير بيضايقوا الطوال والطوال سايد ويز ما فيهم يتحركوا. اكبر دليل يعني ايام زمان بولس بشاره بولس على كل حال بدنا نرجع للقصه انه ليه انت منك كثير كامل، يعني كرمال ما نغش كثير العالم والبنات يلي انا عم بحاول كنت هربك من الموضوع هربني دخيلك هربني والبنات يلي قافلين حالهم عليك، يعني خلينا نحكيها مثل ما هي. كنا عم نشوف دائما على الانستا ستوري وعلى السناب اوضتك كيف بتكون وقت المنتخب، يعني اوضه كانه فيها انفجار طالع هيك انت؟ لا انت عارفها بالبيت؟ شو؟ بالبيت لا لك شو بالبيت في حدا لحقني كل الوقت. مين؟ ما بعرف هلا انت حتقولي مين بس
على طول باكل عيطه بالبيت، بس عم اقول لك يمكن غلطتهم بالبيت انه بيساعدوني بيشيلوا لي اياهم للاغراض، ما بيضلهم بس بالاوتيل، بتجي الهاوس كيبينج مره بالنهار بس. اعتراف خطير، انا كيف نعاملك يعني هلا صار يعرفوا كيف يعملوا. خلينا نشوف قد ايه مرتب بالبيت. بدي اقول لا ما في فيديو، في امه لانه مشغوله معنا. اكبر بروف شواهد تفضل. شو هذا عيالي؟ شو يا هلا يا هلا فرنس. ما فينا. ايه 100% ما فينا. اهلا وسهلا فيك، اكيد معنا بعالم السبع. خبرينا شو يا اختي. تقلك شغله دغري هيك ما ضل مرحبا بلا شيء. انا بونجور، بعرف عليكي اسمك. انا وداد حلواني ساعون. يا هلا. والدي لثلاثه، اميره صغير فيهم. نعم. اللي عم بعاني معه. تقلك لا، ما هو قبل ما تسألون أنا حقلكن. أنا لما حبلت بأمير وقلت لهم بدي أسمي أمير، واي شو بدك بهالشغلة؟ إنه حرام بدك تظلمين بهالاسم. الأمير بده يكون أمير، الأمير بده يكون عطول مش عارفة شو، الأمير طلبه بده يجي قبل ما يطلبه وهيك. بس هو أمير ومشي. واستنى لحديت هلا أمير، يعني الحق عليك. يعني تخيل أمير بده يسوي تخته. لا ما بتزبط. شفتي انه نحن جبنا أمير ولازم نعامله كأمير. بونجور، كيفكم؟ طيب خبرينا قد ايه انت كمان فخوره بهالأمير يلي لهلا يعني مسيره احترافيه عن جد. اكيد ولا اروع. الله يطعم كل محب ويخلي ولادكم ونشوف لك عريس قريبا ان شاء الله. بس انا بقول لك شغله هبه، بتزرعي تفاح بدك تقطفي تفاح، بتزرعي ليمون بدك تقطفي ليمون. الحمد لله نحن زرعنا ويعني تعبت والله تعبت. انا بزعل عم تتعب لانه الوالد كان ضد الباسكت، ضد هالمسيره، بس هي اللي والله تاخذني وانه تصر علي انه لا لازم تتمرن. بعده ضد ولا لا؟ هلا هو نمبر 1 له، اكبر مشجع. اكبر مشجع هلا. جزاك على كل حال. امه لامير بتكون متواجده دائما بكل المباريات وبتسافر، حتى بعرف انه بتسافري معه لامير لتحضري. هلا في عندنا مشكله كبيره. شو هي؟ في الصين. فمن هلا بلش شو الصين، شو كيف طقسها، شو بياكلوا هونيك، شو بدنا نروح على الصين؟ ان شاء الله ان شاء الله. حابه؟ ان شاء الله. طب خبرينا قد ايه بتكوني خيفانه انت قاعده عم تتفرجي، قد ايه بتكوني خيفانه على امير؟ صدقيني باي جيم اللي كان، اول ما بفوت قول الله يبعد الاصابات عن كل اللعيبه. صح. في شهود بالملعب انا ما لح احكي، بس عن جد عن جد اي لعيب بينصاب او بيتعور انا بيجي لعندي بيقولوا لي شو بيقرا بك، بيكونوا ما بيعرفوا انه انا ام الامير. نعم نعم. لا شك لا شك في ستريس معين خصوص الاصابات. اكيد اكيد يعني الله يبعد الاصابات. شغله هي بالاوفنسيف ريباوند انا اللي بخوفني عنه هي مام، لانه الاوفنسيف يعني لما تنشاط الطابه بيركضوا كلهم ليجربوا يجيبوها. يعني عم بحكيك مترين و10 انا بعمل هيك. سو هي منبي علي ما تفوت هذا اذا الكوتش تبعها اذا الكوتش تبعها ما حدا عم بيسمعك. هي بيناتنا كارثه. لا في شغله بس كثير مهمه بدي اقول لك، انه كانوا يقولوا لنا نحن اولادنا هن وصغار انه فوتون على الرياضه. صح. يلعبوا رياضه بصير عندهم روح المسؤوليه، يظبطوا تختهم بالبيت ويرتبوا اوضتهم. ما بعرف كيف صايره معك هيك انا بالقلب، يعني بدك تشوف حكيم. لا هيك بلت ان هيدا بالضبط. هيدا حسب الاسم. ايوه حسب شو مسمى اولادك. طب امير يعني رحنا ابعد من الرياضه، صار عندنا الامضى الخاص تبعنا مع اللوجو. يس. امير سعود على الكاسكات، يعني خبرني كيف ولدت هالفكره؟ ليكي هي في شيء اسمه اندورسمنت، هذا بالبلاد برا كثير كثير ماشي حالها وكثير مهمه هذا القصه. بلبنان ما عندنا اياها، يعني بنعرف كذا ماركه. اوكي هيدي هي برنيتد البرنس بعيط لها على الانستا. سو بيسكلي هون في الامضه تبعيتي مع التاج. مع التاج هي امير 5 سعود 5 بالرومان واسمي، يعني كلها انا كراون. بيسكلي هي شركه ترونيك هي اجت قالت لي نحن كثير حابين نتعامل معك وبنشوف انه الفانز بحبوك بس بدهم صله معك. سو الصله اللي حتكون هي مثلا كابس ليتر اون، في معقول نعمل برودكتس ثانيه. هذا السؤال حنشوف بعض قصص ثانيه لازم بس اخبار. انا مور انتو نيسيسيتيز اللي هن اوتسايد اللي ما فيك تجيبيها، يعني مثلا كلسات هيك سبيشلايزد. اوكي. حدا كمان قال مثل ما عم يعمل كريستيانو اندروير. بدي اسال سؤال، ممكن مثلا حدا يلبسها بيكون بيشجع فريق ثاني بالباسكت؟ يس اكيد يس
ممكن يكون حب امير سعود بالرياضي بس هو بشجع رياضي. ذاتس واي مثلا ما كثير اخذ طابع انه هيدي للرياضي سوري عرفت انه ان جنرال اللي عن جد عباله يتواصل معي يكون قريب مني انه بهي الطريقه بيبعثوا لي الصور they're very creative. شوفهم فانز شو بيصير يعني كمان عمل للبنات his and hers اوكي ايه زهر وابيض بس قدر وين ما رح تعمل هلا بنشوف وكثير كابلز بيلبسون عن جد it's really nice to see. حبيتيها؟ كثير حبيتها اكيد حبيت شيء بيعمل امير كل شيء ما كل شيء كل شيء ما في شو هالسؤال هيدا يا هبه يعني معقول عن جد. طيب على كل حال احنا انبسطنا فيكم كثير اخر كلمه حتكون لك شو بتقولي لامير؟ امير ظبط تختك لا خليك مثل ما انت ونحن كثير فخورين فيه والله يطعم كل محب ونحن فخورين فيه كمان مش بس انت هيك بس انا في بعد ما وقت بخصوص بطوله اسيا نعم. عن جد لنهار 8 اب هذا فخر لكل انسان بيقول انا لبناني صح اللي صار انه تاج على راس الكل نحن فتنا بالتاريخ من 8 وبالرايح انا ما بخول نفسي احكي باسكت بس اللي صار ل 8 اب شابو يعطيهم الف عافيه كل شو ما كان النتيجه اكيد بدي اتشكرك اكيد بدي اتشكرك امير بلاك لك كل شيء بتعمله جوزيف ثانك يو لك يا هبه بشوفك الاحد الجاي اهلا وسهلا فيكم بريك وبنرجع خليكم معنا مستمرين للوحده بتوقيت بيروت